وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري. مساء الخير دكتور أكبر، وبداية يعني كيف نجحت مملكة البحرين في زيادة التنوع الاقتصادي من خلال تحديث السياسات والاستراتيجيات التي تعنى بالاقتصاد؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. هذه الجهود جهود متراكمة جدا، وبعد ذلك نرى الآن أن البحرين خرجت من اعتماد الكلي على قطاع النفط، فأصبح اقتصاد البحرين غير اقتصاد أحادية السلعة. نعم. لأن كثير من اقتصاديات النفط هي تعتمد على النفط كليا، فهناك تنوع جيد جدا الآن في أرقام أمامي. النفط يشكل حوالي 16%، مع أن في بعض الدول هناك 70% 80% من اقتصادياتها تعتمد على النفط. فاعتمادنا الأولي الآن القطاع الأكثر نشاطا للخدمات المالية. نعم. الذي يشكل 18%، والصناعة 14%. فهذه التوجهات آخر حوالي 20 سنة الماضية، فالتوجهات كانت إلى تنويع مصادر الدخل من المصادر التي لم يتم التطرق إليها، ألا وهي الاقتصاد الذكي والاقتصاد مبني على تكنولوجيا الرقمية. البحرين الآن أصبحت في تقنية المعلومات سابع عالميا، فهذه إنجاز كبير جدا، وفي التنمية المالية رابع عالميا. فهذه الإنجازات يجب أن نبارك لقياداتنا الرشيدة ولأنفسنا جميعا. الصناعات التحويلية الآن بدأت تتحرك، ونحن نريد أن تتحرك بوتيرة أسرع، لأن لدينا مصادر لم يتم استغلالها بما فيه الكفاية، وهذه هي مصادر لتنويع وانتشار أكثر للاقتصاد. منها مثلا في صناعة الألمنيوم، الآن القيمة المضافة محدودة في 15%، ولكن إذا حولنا المادة الخام إلى صفائح ثم الرقائق ثم الشرائح، فبإمكاننا أن نوصل إلى حتى 200% من القيمة المضافة. نعم. فهذه القطاع الأسرع نمواً الآن هو قطاع السياحة. نعم. الفندقة والمطاعم فسجلت حوالي 7% زيادة في النمو، وهذه نسبة كبيرة تقريبا. نعم. وتشكل يعني في زيادة في عدد السواح 17.9%. فقطاع السياحة قطاع مرن، قطاع سهل يعني ناعم، سهل الدخول وسهل. نعم. الخروج، ولديه ميزة جيدة جدا أن المردود يكون منتشر، يعني ينتشر على أكثر مساحة في البلد. نعم. وبالتالي يدعم الاقتصاد. نعم. إيه نعم. نعم. المحلل الاقتصادي دكتور أكبر جعفري، شكرا جزيلا لك.